أنا أحمد من ريف حلب الشمالي. الحمد لله يعني استطعنا نجمع مبلغ بسيط من المال واشترينا فيه بعض الألعاب وقمنا بتوزيعها على أطفال، يعني لعل أنه نرجع البسمة التي سلبتها الحرب لهم. يعني كما ترون إخوانكم يقيمون في الخيم دون أدنى مقومات الحياة، دون تدفئة أو ما يعينون نفسهم أو يستترون جسدهم به من البرد. وقمت أنا وبعض الأصدقاء بإنشاء فريق أطلقنا عليه فريق بسمة خير، لعلنا نقوم من خلاله بتأمين ما نستطيعه من مواد بدائية، يعني نعين به أخوانا النازحين. وكيف أسكن بيتا أطمئن به وطفلة في بلادي ما لها سكنُ؟